الأكتوبس أو الأخطبوط. طبعا إحنا واخدين على الكالاماري، السبيط، الحاجات دي، لكن الأكتوبس من الحاجات اللي بيستعملوها كتير جدا في الميديترينيان كوزين، وهي لها استخدامات كتير في الأبيتايزرز، في المين ديشز. أهم حاجة هي تسوية الأكتوبس. تسوية الأكتوبس بتبقى بتتسلق الأول زي ما احنا بنسلق مع حبهان، ورق لورا، ليمون، فلفل حب، وبعدين بننزل بالأخطبوط. ميزة سيفود فاكتوري ان هما بيجيبوا لنا الأكتوبس ده نظيف، ودي بتبقى اوحش حاجة طبعا في الموضوع ان احنا نعرف ننظفه ازاي. زي ما قلنا احنا بنشوف تسويته، هي بتبقى اهم حاجة. بعد ما بنسويه ونسلقه بنقدر بقى نحطه على الجريل لمدة مثلا دقيقة بس ياخد التيست بتاعة السموك. ممكن ان احنا نحط عليه زيت زيتون ونقدمه في سلطة، او نقدمه كجزء من المين ديش.